ثبتنا معايير ثابته للجوده على كل منتجاتنا ولن نتنازل عن هذه المعايير. من ناحيه تسويقيه صممنا منتجات بابلز اللي تناسب المستهلك المصري ايا كان قدراته، فعملنا البابلز كلاسيك بسعر من 55 ل 100 جنيه، وعملنا البابلز ناتشرال من 150 جنيه ل 200 جنيه، ده سعر البيبرونه. بتختلف التفاوت السعر ده نتيجه لوزن الخام ولمصاريف التسويقيه اللي اتصرفت عليها، انما هي نفس المنتج بنفس الماده الخام بنفس الماكينه ونفس المصنع بنفس معدلات الجوده اللي اتطبقت عليها. في بقى مثلا السكاته بابلز بسعر متاح للجميع لا تزيد عن 20 جنيه تقريبا. العضاده بابلز، العضاده يمكن من سيليكون، السيليكون الفود جريد عالميا سعره عالي شويه ومعتمد، فلقينا ان العضاده بابلز بكل اشكالها بتتراوح من 35 و40 جنيه العضاده. كقطع غيار بقى والنيبلز اللي بتتبدل بتروح سعرها من 20 جنيه ل 40 جنيه حسب مقاس النيبل اذا كانت كلاسيك او ناتشرال. فسعر بابلز متاح للمستهلك المصري على قد الجيب زي ما بيقولوا بنفس الجوده العالميه كمنتج صحي قابل للتعقيم، وهيستخدمه بسعر على قد الايد وفي نفس الوقت مناسب للسوق المصري. مناسبه جدا للسوق المصري.